من الأمور المرتبطة بالقرآن الكريم قضية إعطائه وإهدائه إلى الغير ممن لم يكن من المسلمين. عندي زميل مسيحي، عندي زميل من أهل الكتاب على سبيل المثال، وربما إذا يطلع على القرآن الكريم يتأثر ينتفع بذلك. العلماء يقولون لا مانع من إعطائه القرآن الكريم لكي يقرأه. أنا فقط شيء لازم أضمنه، هذا لا يكون إنسان معاند سيء بحيث أول ما أعطيه القرآن يمزقه، أول ما أعطيه القرآن هين يتك. إذا ما كان هالشكل فأعطه القرآن لعل هداية الله تحل عليه وينتمي إليه. ما في مانع عندنا الإمامية على رأي العلماء من إعطاء القرآن الكريم لغير المسلم إذا لم يحصل منه هتك له وإهانة إليه أو تنجيس إليه أو ما شابه ذلك.